كان حلمه أن يصبح أغنى رجل في بغداد والعراق بوجه العموم، لكنه من ذوي الدخل المحدود. ففكر وفكر طويلا حتى راودته فكرة مهنة التزوير وتزييف العملة النقدية ليجني من خلالها أرباحا تقدر بالملايين ولربما مبالغ أكثر من ذلك بكثير. وهذا ما حدث بالضبط منذ أكثر من عامين، والرأس المدبر لتزييف العملة المحلية بالإضافة إلى أفراد عصابته كانوا يجولون ويصولون في شوارع العاصمة في بغداد وفي السوق أيضا لترويج وطباعة وضخ العملات المزورة التي يصنعونها. وقد يتساءل أحدكم كيف حصلوا على الفسفورة، وهل استطاعوا خداع الناس فعلا؟ للأسف نعم، لكن هل قوى الأمن ستتمكن من القبض عليهم جميعا أم لا؟ لنشاهد. رح أعطيك العملة المزيفة اللي أنت زيفتها 50,000 واشرح لنا عليه. سيدي، أولا الورقة عادية هاي. نعم. ثانيا الفسفورات هاي لاصق، ممكن أي إنسان يشلحها. نعم. لأن الأصلية تكون مكبوسة كبس. تجي محفورة الأصل. كبس، هي مكبوس كبس. نعم. ثانيا هاي أحبار مائية، ممكن بس تترك عليها مي. نعم. الورقة كلها تنحل بالماء. 100 مليون من فئة 50,000 دينار عملة مزيفة تاجرت العصابة بها طباعة وبيعا في السوق المحلية، وغافلت المواطنين واستغلت عدم التمييز ما بين العملة الصحيحة أو المزورة. فببساطة الفسفورة والتي كانت هي العائق الأكبر بالنسبة للعصابة نجحوا بالحصول عليها من إحدى دول الجوار والتي كانت المورد الرئيسي لهم، وبعد جهد استخباري وتقص من جهاز الأمن الوطني أوقعهم في شباكه كان لهم بالمرصاد. حادثة أثارت الكثير من ردود الأفعال في السوشيال ميديا بردود وكومنتات، واخترنا لكم جانبا منها. وهناك تعليق لبشار، يقول بشار في تعليقه: بشار عواد، عاش تيتكم ومشكورين، بس المفروض جهود مكثفة أكثر بهذا المجال. يعني هذا صار لسنتين يشتغل بيهن، يلاكم مشتو بايع 100 مليون، وش قد ناس تضررت بسببه، والله ليعلم إيش قد أكو ناس تشتغل مثله. تعليق من علي، يقول علي في تعليقه، علي الرميثي في تعليقه: الله يوفقكم، والله وأني مسؤول عن كلامي، هاي الطابعات والملصقات الفسفورية والأحبار كلها دخلت عن طريق المسؤولين ورؤوس كبار بالأحزاب، لأن مستحيل هيك عصابات تقدر تعبر هيك طابعات وأصباغ ورق بصورة سهلة. هناك أيضا مداخلة من سارة كاظم للمعلومة: باب الشرجي متروس عملة مزورة وبأسعار كلش رخيصة، قاعد تباع وبالعلن، عاشت إيديكم أبطال، قبل فترة مشوا علي 50,000 مزورة ومتتقهر، بس هسه من شفت إنكم اعتقلتوهم يلا راحت الضوجة. وأخيرا حوبة دعوتي عليهم. هناك أيضا تعليق من علي العراقي: أبطال، بس نريدكم تعتقلون اللي ديبوقون بفلوس الشعب وينطونها لدول الجوار باعتباركم مسؤولين عن الأمن في الوطن. هناك أيضا تعليق من نمير الجبوري: من وين حصلوا على هاي الفسفورات والليبولات، وهي تخصص فقط للبنك المركزي العراقي، وهي طبعة جديدة وذات تعقيدات ورموز خاصة، الأمر أكبر من ذلك بكثير، توجد ثغرات كثيرة وربما هنالك من يدعمهم من كبار الدولة.